ثم ناس قالوا الحل في الرباعي، ثم شكون قال علاش لامس حسين العباسي يكون هو راجل المرحة. لا وانا قلتها، ثم شكون قالها سيفري، وانا بنفسي لاني مرة اخرى نقولها معناها اكتشفت. يعني حسب رايك حسين العباسي ينجم يكون رئيس حكومة؟ بالنسبة لي ينجم معناها للفترة القادمة، لما رأيت فيه من 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 معناها صبر ومن شخصية. احنا ما حاش نجم والمسألة مطروحة بجدية او هكاية مجرد تخمينات؟ لا معناها هو بطبيعة الحال انا اعتقد انه حتى هو بنفسه كذب، هذا مش كذب، معناها قال انه هذا مستحيل الى غير ذلك. لكن شوف احنا لا علاش اذا كانوا فيديو سيغ بلاس سي كمال سيادتك انت متابعة للسياسة نعرفك والاوروبية وقت اللي طبعا شهر ونص واحنا قاعدين نضربوا ضربة ونجيو في قاع القانون، فما عبادي يقول لك اخويا اعطيني ديدلاين واعطيني حل واعطيني رجل وثيق باش يشد 6-7 شهور 8 شهور اللي مازالوا الانتخابات ابريتو مرحله انتقاليه نقولوا ثالثه ميساج نسميها ثالثه وبعد باش ندخلوا في رسمي. يا خويا ها موجود هذايا في وفاق وقابلينه العباد، علاش ليه؟ يعني ينجم يتطرح سيريوزمون الاسم نتاع حسين العباسي، يعني مش مجرد تخمينات ولا اكسترابولاسيون. طرح وقع اقتراحه وانا بنفسي في تلفزه معناها قلت الكلام هذا، واذا كان يكون هذا هو ليس لنا نحن كحزب مبادره وطنيه دستوريه اي تحفظ على هذا، بل بالعكس معناها لاني كما قلت لك الراجل ما كنتش نعرفه، ولكن لقيت انسان وطني يخمم في المصلحه، مضحي نجم نقول حتى بالمنظمه نتاعو لفائده هذا الحوار، عنده صبر كبير معناه وتحمل كبير، وبالتالي له صفات القياده، هذا ما فيش ادنى شك. اذا كان شي حسين يكون هو المخرج من هذا المازق، احنا متاكدين انه مخوفنا منه ما عنده حتى تحفظ.